الله نرجع لمشوار الاهلي في افريقيا. كتير من الناس قبل الماتش ده كانت حاطه ايديها على قلبها. الاهلي نتائجه في الفتره الاخيره ما كانتش احسن حاجه. تحس انه اللعيبه مجهده. الغيابات كان معمول حسابها، كانت من وجهه نظر الجمهور. كمان راح تقابل مازيمبي، واحد من اتقل الفرق الافريقيه، ومباراه خارج الارض. كل ده كان مخلي الناس شايفه ان المباراه صعبه. لا اكيد طبعا المباراه كانت صعبه قبل بدايه المباراه، ولكن شخصيه النادي الاهلي بتظهر في المباراه اللي زي دي. لعيبه النادي الاهلي بتظهر في المواقف اللي زي دي. لكن انا ما كانش عندي اي ادنى شك في اداء النادي الاهلي في المباراه زي دي، لان انا من وجهه نظري قيمت مباراه الزمالك واتكلمت في المباراه دي مع ناس اصحابي وبعض القنوات. الناس لا ما صدقوش الكلام اللي انا بقوله، بس انا بقوله من خلالك برضو كلام مهم جدا. مستر كولر لما بيجي يختار او بيجي عنده نظره استراتيجيه مباراه بثلاثة بونت ومباراه سيمي فاينل في افريقيا، طبعا اسم نادي الزمالك اسم كبير، لقاء قمه، لكن انا برضو عندي مشاكل في غيابات كبيره جدا. غياب امام عاشور، غياب مروان، غياب بيرسيتا، وغياب مجموعه كبيره من بيرسيتا، والحمد لله رجع المباراه اللي فاتت. غياب مجموعه من اللعيبه مهمه جدا، الشحات ابراهيم، لعيبه كبيره جدا. فانا عندي مباراه نادي الزمالك، وعندي بعديها باربع ايام مباراه مهمه جدا هو السيمي فاينل. مش هتكلم على مباراه نادي الزمالك هو نادي الزمالك اللي هو الناس بتقول لا ده مباراه الزمالك مباراه بطوله. لا، هو في الاول والاخر لو مباراه البطوله الاهلي والزمالك على بطوله كان الموضوع مختلف. أي. لكن هو بيلعب المباراه عنده 3 بونت، لكن عينه للاختيار الاصعب او الاختيار ان هو لا لازم المباراه دي اكون انا كامل فيها ولعبتي تكون في كامل لياقتها مباراه مازيمبي. ففي بعض الاختيارات على الرغم من كل الاعتبارات اللي انت قلتها دي، ولا انا متفق معاك فيها، واغلب الجماهير ممكن تبقى متفقه في الكلام ده، لكن انا شايف انه الشوط الثاني اللي قدمه الاهلي قدام الزمالك واحد من افضل الاشواط اللي لعبها مارسيل كولر. بالظبط، لما من بعد لما حسوا ان المباراه خلاص بتهرب منهم وانت خسران، جايز مكسبك للنادي الزمالك السنوات اللي فاتت كانت مطمنه اللعيبه ان انت بتكسب في اي وقت. لكن لما حسوا ان المباراه نتيجه 1-0 وادائك في المباراه الشوط الاولاني وحش جدا، لعيبه النادي الاهلي عندهم القدره ان هم يرجعوا مع بعضهم. والشوط الثاني انا كنت شايف النادي فعلا النادي الاهلي ادى مباراه على اعلى مستوى الشوط الثاني. وبعد الهدف التعادل احساسي ان لعيبه الزمالك انت نفسها أقرب. يلا بقى عشان احنا نسيب الجول الثاني. لكن فعلا في اوقات بيبقى التوفيق جاي للفرقه على حساب فرقه. فده طبيعي جدا بيحصل في بعض الوقت، لكن الحمد لله قفلنا الصفحه دي بسرعه ودخلنا على مباراه مهمه جدا اللي هي مازيمبي. اللعيبه الحمد لله شخصيه النادي الاهلي ظهرت في المباراه دي، الجدعنه، الرجوله، ظروف صعبه جدا طبعا. لو اتكلمنا فيها في غيابات، في رطوبه، في درجات حراره، في الملعب، مواضيع كتيره جدا في المباراه، لكن لعيبه النادي الاهلي قد مباراه على اعلى مستوى الحمد لله. نتيجه انا شايفها مطمئنه شويه، لكن المباراه هنا هتبقى صعبه. ان شاء الله نقفل الصفحه دي ونبدا نذاكر، لان فعلا المباراه محتاجه مذاكره شويه. طيب خلينا قبل ما نيجي للي جاي عايز اقف معاك في كذا نقطه ليها علاقه بمباراه الذهاب. نمره واحد، التشكيل وطريقه اللعب. كنت متوقع او كنت مستني، او ده كان الاقرب للطبيعي، ان كولر يبدا بتشكيل مختلف عن هو التشكيل اللي بدا بيه، وطريقه لعب مختلفة شوية عن الطريقة اللي بدأ بيها المباراة. رغم كده فوجئت ان كولر نزل ضاغط راهن على رضا سليم وسام ابو علي واحمد عبد القادر من البداية، والاهلي يمكن في بداية المباراة ما اداش فرصة حتى المازيمبي، ضغط عالي، الخطورة او صاحب المبادرة كان النادي الاهلي. واضح ان كولر كان نازل بفكر هجومي اكتر منه بفكر فكرة الامتصاص وان انا احافظ على وان انا ارجع زون في ملعبي واحاول ان انا اتفادى الضغط بتاع مازيمبي. لا بالعكس، شفت السيناريو بالنسبه لي انا كان مفاجاه، اتفاجئت بالاختيار والتشكيل والطريقه اللي بدا بيها كولر المباراه ولا لا؟ بص هو برده يعني لازم نديله العذر ان الاختيارات عنده مش زي الاختيار لما تكون الفرقه كامله. لكن بنلاحظ احنا عندنا مشكله تملي في نص الملعب، تلاقي كل مباراه نص الملعب مختلف. يعني المباراه دي اكرم توفيق وكوكا وعمرو السلاي الثلاثه اول مره لعبوا مع بعض. الماتش اللي قبليه نيدفيد وكان برضو كوكا وكان اكرم ما كانش موجود. فكل مباراه مشكله في نص الملعب، بالذات لعيبه نص الملعب دي كل ما يلعبوا مع بعض اكتر مع الجزء الامامي طبعا بيبقى في تفاهم، بيبقى في هارموني بينهم وبين الخط الامامي. هو انت حط الاسماء دي مع الثلاثي اللي في الهجوم رضا وابو وسام وعبد القادر، هتلاقي نص الفرقه
اول مره تقريبا بتلعب مع بعض. لكن زي ما بقول لك التركيز وهم عارفين عايزين ايه من المباراه. التوفيق هنا في اول هجمه، لكن ممكن لو كانت جت كان مباراه شكل كره وسام طبعا لكن انت عارف في توفيق وفي عدم توفيق. أيوة. لكن هو قدم مباراه كويسه جدا وسام، وخامه طيبه جدا طبعا. المباراه الاخرى بيزداد ثقه في كثير من الجمهور، يعني انا بتابع كده ردود الافعال، في كثير من الجمهور شايفينه من نجوم النادي الاهلي في المباراه. بالظبط، لا هو بقى له فتره بصراحه، وبالمباراه لسه كمان بياخد ثقه. أيوة. لسه بياخد على الجو ده، يعتبر يعني متهيألي ما لعبش مباراه افريقيه. فالمباراه الافريقيه والجو الافريقي ده بالنسبه له صعب جدا. أيوة. كمباراه على ملعب مازيمبي بالشكل ده ويؤدي بالشكل ده، لا يحسب ليه، يحسب ليه جدا. فمثل الكره بصراحه يعني تركيزه يعني من اكتر المباريات، وانا بتفرج واحنا بنتفرج كلنا حاسين ان هو عايش معانا. مثلا اي اصابات بتحس ان التغيير جاهز، احمد عبد القادر بدا يتعب تحس ان على طول التغيير جاهز، وسام خلاص فعلا تحس ان هو فتحس ان انت ايه، اول ما تيجي تفكر كده احمد عبد القادر خلاص تحس ان خلاص التغيير اتعمل. أيوه. فتحس ان هو ايه عايش مع الناس وعايش. اقرب نسخه الكولر مع الجمهور المباراه دي، يعني يعني دايما دايما الجمهور مثلا يبقى يقول لك مثلا ليه مش فلان مكان فلان، صح، ليه بدات فلان وما بداتش فلان، ليه مؤخر التغيير، اللي مش عارف ايه، كل التغييرات اتعملت. أيوه. اولا في التايم بين الشوطين عمل تغييرين مهمين جدا، وبسبب في تغييرات طبعا بسبب الاصابه، بس شفنا مثلا بيرسي تاو في نزول بيرسي تاو اداء النادي الاهلي اختلف تماما مع قفشه مع محمود متولي، اللي احنا كنا مفتقدين لاعب بالشكل ده، ربنا يشفيه يا رب وربنا يعافيه. انا هاجي للعائدين، هاجي للعائدين. بس حابب ابدا معلش يعني اذا كنت بتتكلم على لعيبه، انه بالذات عبد القادر كان في كلام كتير جدا على السوشيال ميديا وللاسف في بعض برامج الاعلام انه عبد القادر مش على وفاق، انه العلاقه بينه وبين كولر متوتره. امبارح كان في اكتر من لقطه الحقيقه، الماتش ده والماتش اللي قبله تاكد على انه يعني الراجل مقتنع جدا بعبد القادر، وان العلاقه بينهم طيبه جدا. استنتاجات اول ما الاعلام او اول ما النقاد يشوفوا ان في لعيبه بيلعبش بقاله فتره يبدا قوي، لا ده خلاص ده الوفاق بينهم انتهى، ده خلاص هيمشي. لكن في انا كمدير فني، كل واحد مدير فني بيعرف نفسيه اللاعب ازاي، وعايزه اعلي مستوى اللاعب ازاي، اقرصه شويه، اخطفه شويه، اخطفه دي معناها في كره القدم ابعده شويه عن الفرقه، اخليه يشد حلو شويه لغايه ما يبقى احس ان هو يستاهل ان هو يشترك بديله. فهو اكتر واحد عارف القصه دي. لكن طبعا كلها استنتاجات الناس بتقعد تفكر فيها، ده مش كلها بتبقى استنتاجات، في بعض الاوقات بتبقى فيها سوء نيه شويه. وارد بس انا بقول لك هي 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 الكوره كده. انا كمدير فني ومعايا لعيب زي احمد عبد القادر، احمد عبد القادر ده من اللعيبه اللي ادائها مش موجود في لعيبه كتير في مصر. لعيب مهاري، لعيب سريع، لعيب بيعرف يوصل للجون. عنده مشكله شويه في انهاء الهجمه. بس هو دي محتاج شويه ثقه، شويه محتاج ان هو يكون طماع شويه على الجون. لكن هو اللعيب اللي بالشكل ده مش اي لعيب، مش اي مدرب يفرط فيه. بالعكس، طول ما هو جاهز وفت هيبقى رقم واحد في الملعب. لانه يفوق على ناس كتيره جدا بمهارته، ودي مش موجوده في لعيبه مصر كلها دلوقتي. اللعيب اللي بالمهاره بالشكل ده مش موجود في مصر كتير. فانا مبسوط طبعا انه رجع للفرقه، بيزود الفرقه. رجع طبعا في غيابات لعيبه برده كبار زي حسين الشحات طبعا، اللعيبه طبعا اللي برده ما تحس ان سلامة ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يشفيه ويرجع بسرعه.